احنا انا ايش حسوي؟ قول لي ايش حسوي؟ ايش اللي ورانا ده وايش اللي حسويه دحين؟ انت حتطلع فوق تمام؟ اوكي حيكون في كابن ايوه تمام الكابن هذا حتقدر تشوف منه قزاز تحتك ايوه حتمسك ال زي البلاي ستيشن كده شويه ال بلاي ستيشن ايوه اسهل البلاي ستيشن البومزه بتكون كده اب معناها ما هي شغل معناها ما في شغل ما في سفن ما في هذا او مستنيين هنا عبال ما تبدا الشغل اول ما تشوف بومز داون زي هذيك اللي هناك معناها هو بيسوي ايش انزل فانا حنزلها انت حتطلع دحينا ايوه حتنزلها انزلها انا عندي فوبيا من الهايتس اوكي ف ايش دون وري دون وري بي هابي اوه هذول زي النقط تحت يا فحماوي نقط هذول نقط مش طيب اوكي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله It's okay, safe. هو it is okay, أنا عارف إنه it's okay. لا عشان كده بيقول لك الفوبيا هو إيش؟ هو خوف غير منطقي. بس هذا مو خوف غير منطقي. أنا أشوف إنه هذا خوف منطقي جداً. ممكن المشاهدين يعرفوا إنه إحنا فين عشان لا يحسبوني يعني ببالغ. ممكن توريهم إحنا فين؟ وريهم اللي تحت بس عشان يكونوا عارفين إنه يعني الأمور طيبة. ماني عارف حكايتي مع المرتفعات في البرنامج ده ولكن طلعنا عشان نوريكم في سبيل انه نوريكم الشغل اوه هذا قزاز هذا مفتوح لا 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 اتس اوكي ترى هذا كله لا انا عارف بس يعني بس اوه ايوه حنروح على البحر لا 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 فهذه المفروض عادة حاملة كونتينر مظبوط أو حتشيل كونتينر مظبوط والسبريدر يفك على 40 قدم أو 20 قدم الآن هي 20 قدم أوكي وممكن يفك إيه تمام. مظبوط نرجع بقى نفسها بس على ورا لا ما يمديك تشوفها برضو نفس الحركة ما في حساس ما في مراية طيب الكونتينرات دي كيف بتتشال من السفن كيف بترجع عن طريق الرافعات خلاص بعدين بوم أب خلاص تعودنا دحين يعني المفروض Yeah, man. الأرض. طيب إحنا مع ماجد فين كنا؟ كنا في واحدة من ما يسمى بالرافعات الساحلية. هذه رافعات على الساحل. دورها إنها تأخذ الكونتينرات من السفن. عشان تتخيل الموضوع. ففي السفن بتيجي مليانة كونتينرات. الرافعة بتيجي. بعدين ماجد وباقي الشباب. بسوق الكابينة اللي كنا فيها يدخلوا على البحر ويبدأوا يرفعوا الكونتينرات ويحطوها في المينا زي ما احنا شايفين هناك زي ما شايفين ورانا بعدين تروح للشاحنات وتتنقل